وياه. تشنيع الحصان لما يحتر تبغى ترد يشنع عشان يصير إنه ينطلق، أو العكس لما يحرن يرفض زيادة السرعة، وإذا أصريت على التحريك شنع. طبعا هيدخل فيها طبع أخرى مو بس التشنيع، ممكن الحصان يسوي أشياء أخرى بنفس الوضع، يعني يقمص إذا حاولت ترد عن الانطلاق، أو يقمص إذا حاولت تحركه ويبغى يحرنه ويكون وقس عدانك، فيسوي حركة معينة فيها إخلال لتوازنك لفعل ما يريده أثناء ما يكون اللي يبغاه عكس اللي انت تبغاه. ليش عادة الخيل تسوي التشنيع أكثر من الأمور الأخرى؟ يعني ليش عادة الحصان يشنع إذا أصر على الانطلاق وانت رد أكثر من القمص؟ طبعا نتكلم عن حصان أثناء معه التريق، ما نتكلم عن حصان مثلا وهاذبه وموسع ما دي يشنع عادة، عشان يشنع عزم يوقف ثم يشنع. نتكلم عن بداية التحريك يشنع، أو بداية التحريك يكن أو يحرن. ليش عادة التشنيع يسوي أكثر من الأمور الأخرى؟ يعني ليش يشنع أكثر مما يحاول يقمص على قدام؟ ليش يشنع أكثر مما يحاول فرضا يدق ريوس أو يروغ وقت ذلك؟ التفسير بسيط جدا وهو كالتالي: الحصان لما يشنع أسرع حركة يخل توازنك فيها إخلال يضطرك توقيف، أو يضطرك لتوقيف أمرك. لما أحرك حصان للهذب أو الواسع أو الخوف حتى هو يبغى يحرم بالفعل، هيك يشنع يضطرني أوقف جميع الأوامر إن توازني يختل، فأضطر أوقف عادة قزم. يعني أغلب اللي يركبون أو يضربون كوب خاطئ يضطر يوقف مثلا سوري الزحمة، سيارة وقفت الخط كامل، خط كله يضطر يوقف عشان خط سيارة خربت أو سيارة بنشرت إلى آخره، فالتوازن يختل، تضطر توقف جميع الأوامر تسويها على رأسها شيء ما يبغى له التحريك، ثم تدريجيا تبدأ ترجع الأمر، فيكون ريح نفسه غصب عنك خلينا نقول على ما ترجع تستمر تحرك. وكذلك الرد، تحاول ترد الحصان أثناء ردك له شنع، فخوفا من تشنيعه وسقوطه عليك وفقدان توازنك إلى آخره وقفت الرد وخليته يندفع شوي أو ينطلق شوي، فسوى اللي بباله على ما ترجع ترد الحصان. فهي حركة يسويها ليجبرك على التوقف عما تفعل لأن توازنك اختل، ولما تتوقف عن فعل ما أردت مؤقتا يسوي اللي يبغاه. التشنيع أسهل من الأمور الأخرى لأنه باختصار بيخل توازنك مرة زي الأطباع الأخرى، وإلى حد ما يقدر يحافظ على توازنه فيه بحدود إذا ركوبك خطأ. هنا النقطة الأهمية المهمة واللي أبغى أقولها: اللي يركب صح كل ما تحسن ركوبه، سواء كل ما تحسن ركوبك طريقة أو كل ما تحسن دقته في الطريقة نفسها الصحيحة ولا صح، بتلاحظ أنه قبل وأثناء وبعد التشنيع يتحكم بالحصان، يعلم الحصان أن في ضريبة بيدفعها قبل وبعد وحتى أثناء التشنيع، وهي لما توازني يختل توازنك أنت أيضا يختل. أبغى التشنيع يكون خطر عليه هو مو بس خطر عليه أنا، أبغى الحصان يعرف أن التشنيع لما يسويه تهديدا لي أنه برضه يعتبر تهديد بالنسبة له هو وليس بالنسبة لي أنا. المشكلة في الموضوع هذا الناس توقع أنك تحاول تطيح الحصان أو تحاول تخطر، هذا خطأ أصلا لازم تودك ما يطيح، لكن لازم يعرف أن لما توازني أنا يختل ممكن يختل توازنه. لما يحاول يخل توازني معناته انه خذ مني السرعه والاتجاه، لو انا اخذت منها السرعه والاتجاه بالفعل او ما اقدر ياخذ السرعه مني والاتجاه سيختل توازنه هو اثناء وقبل وبعد التشنيع عن طريق المواكبه فقط. لو واكبت السحبه صح، واكبت التفضيه صح، واكبت التذكيه صح، تشنيعه بتكون موزونه. لما تشنيعه تكون موزونه قصدي موزون لي انا، يعني قصدي ان الحصان يشنع تشنيع حدود الوزن، ما اتكلم انه هو موزون انت موزون، صار مدرب خطر بتلاحظ يشنع تشنيع طبعا الا كم مره معسور، إذا كان مدرب خطرك مو مرة معسور يشنع تشنيعة موزونة له هو، يعني هو وازن نفسه لكن أنت توازنك فوق ظهره صفر، فتضطر تتشعبط برجولك أو تعتمد على السرج اعتماد زايد. طبعا ما يبين عدم توازنك إلا لما تركب بدون سرج، السرج يثبتك عادي، بينما لما تركب صح يكون الحصان موزون، قصدي الحصان يشنع تشنيعة موزونة خوفا على نفسه، يعني يشنع وهو حاسب حسابك، حاسب حساب توازنك إنه لو طحطح معك خذ توازني إلى آخره. فيصير قبل وأثناء وبعد التشنيع في ضريبة دافعها اللي هو توازنه هو مختل، فيصير يشيل هم، يصير يعرف أنه لما شنع مو بس أنا اختل توازني هو قمة التوازن فيضطرني أني أوقف أوامر التحريك أو الرد في الحالة دي، لا توازنك أنت برضو اختل معي، فلو افترضني وقفت أوامر التحريك أو التوقيف أصلا توازنك اختل،
اللي هو امر التحريك وامر التوقيف وبحاول اسويه عن طريق التحكم توازنك، حتى لو فرضني وقفته اثناء تشنيعك توازنك اختل، فاللي انا ابغى اسويه عن طريق التحريك والتوقيف سويته عن طريق اللي انا سويته اثناء تشنيعك، كده رقم واحد. ثانيا، طالما ان تشنيعك انا متحكم توازنك فيه، اوقف امر التحريك والتخفيف او التوقيف ليش؟ فتلقى توقيفك لامر التحريك او التوقيف اقل بسرعة، ترجع لأمر التحريك أو بسرعة ترجع لأمر التوقيف بعد التشنيعة، لأنك ضامن لو شنع مرة ثانية متحكم فيه، فيصير الحصان يشيل هم التشنيعة بمقدار شيل همك لها أو حول شيل همك لها. مدرب خطأ ما يشيل همها أبدا وانت شيل همها تماما، فتلقى قبل وأثناء وبعد التشنيعة توقف أمر الحركة اللي انت تبغاه أو أمر التوقيف اللي انت تبغاه تماما لين يبطل تشنيع ثم تسوي اللي تبغى. مما يعني انه لما وقفت الامر تماما سوى اللي يبغاه تماما، كان ينطلق انطلق او تفلت، كان بحرن حرن او كان، ثم تدريجيا رجعت اللي انت تبغاه. فالطريقه الصحيحه ولا صح خاصه كم تكون دقتك عاليه؟ لا، قبل واثناء وبعد التشنيع تحكمت بتوازنك، فهو اولا ما اضطرتني اوقف امر التحريك او امر التوقيف زاد عن اللزوم، ما زلت الى حد ما مسويه بحدود. ثانيا، اثناء وقبل وبعد تشنيعك انت توازنك اختل، توازنك مو بالشكل اللي انت تبغاه تماما، انا تحكمت بتوازنك بدل ما انت تفرض علي توازنك. فالحصان يبدا الى حد كبير يشيل هم الموضوع اكثر من شيلتك للهم او شيلتك لهمه، او على الاقل مقارب لشيله همك له. اذا تلاحظ الحصان الموزون خاصه بالطريقه هذه، طرق ركوب الخطر من فراغ للحصان فما كان موزون، الحصان يقدر يشنع صح، يشنع شنع موزون بس يبقى يشنع كان في الطريقه هذه في التزليق. جميع الأمور من حق يسويها، أغلبها بيسويها بيشرب زي القمص والروغان والانطلاق وغيره، لكن في أمور يستطيع يسويها بحدود الوزن يستمر فيها من ضمنها التشنيع. الحصان لو قدر يشنع تشنيعة موزونة بدون ما يخل توازن خاص من حق يستمر يشنع. ليش أغلب الخيل أو كلها تقريبا شبه مستحيل يستمر يشنع مع أن التشنيع زي القمص والانطلاق وغيره يستطيع يسويه بحدود الوزن ويستمر فيه؟ لأن باختصار الموضوع ما يستاهل بالنسبة له، في سبب معين لفعله، السبب ذا ما حصل خلال توازنك بدون ما يختل توازنه، فما حصل اللي يبغاه وحصل عكس اللي يبغاه. مو بس توازني ما اختل بالشكل اللي يبغاه، توازنه هو اختل معك، فيبدأ يقول الشيء اللي أنا أبغاه ما صار وصار شيء سيء أنا ما أبغاه. الموضوع ما يستاهل، يعني صار في ضريبة بيدفعها وما يبغى يدفعها، والشيء اللي يبغاني أنا أدفع ما دفعته، فيبدأ يقول الموضوع ما يستاهل. عكس القمص والروغان والانطلاق وغيره، هذه أمور إلى حد كبير يستحيل الحصان يسويها وهو موزون، يعني سواها ونجح فيها مو موزون أصلا، فشبه مستحيل ينجح فيها. لكن التشنيع يستطيع يشنع باستمرار هو موزون، بس ما يستاهل الموضوع بالنسبة له، يطلع ما يسوي له مرة مضطر ويسويه بحدود. فهنا المضحك الموضوع أن الطريقة اللي تعطيه حق فعل الشيء، مو بس تعطيه حق فعل الشيء، تعطيه حق فعل الشيء يقدر يسوي موزون يستمر فيه، يختار عدم فعله لأنه باختصار الموضوع ما يستاهل. زي السحب، التزليق تعطيه حق فعل السحب وتزلق قد ما سحب، فيستطيع يستمر بالسحب. شو اللي يخليه ما عاد يسحب؟ سبب السحب ما عاد موجود، اللي هو إنك عاسره ما عاد موجود. يسحب ليش؟ ثانيا، صار في ضريبه للسحب، اذا سحب سحب زايد وزلقت له اختلت وزنه هو، فيبدا يقول ضريبه ما ابغى ادفعها صار يدفعني اياها، وضريبه ابغاه هو كراكب يدفعها ما عاد بيدفعها، اسوي ليش؟ اذا في امور الحصان من حقه يسويها وعاده ينجح فيها يختار عدم فعلها في الطريقه هذه، في امور عاده لن ينجح في فعلها هذا اللي يخليه يختار عدم فعلها او عدم المبالغه في فعلها. في طرق الركوب الأخرى ينجح في فعل جميع الحركات اللي يبغاها بدون استثناء، ولكن أمور أكثر من أمور ضمنها التشنيع. ليش؟ لأن باختصار بينجح بفعلها نجاح قوي جدا، لأن الشيء اللي ناوي يسويه سهل يفعله أو سهل يسويه. التشنيع باختصار لما حصان يشنع سهل عليه أن يخل توازنك بدون ما يدفع ضريبة. القمص الروغان وغيره من الأمور أولا لازم يسوي بسرعات عالية، ثانيا يتطلب مجهود عالي منه، أخيرا أول أهم مو بخل توازنك مرة، خاصة لما تكون سيرج ثباتك على بالقمص أسهل من ثباتك بالتشنيع، مو بس ثباتك قصدي من عدم سقوطك، قصدي ثباتك واستمرارك في الأمر اللي تبغاه، يعني استمرارك في رد الحصان اللي يبغى ينطلق وهو قامص أسهل من استمرارك في رده يبغى يشنع، استمرارك في تحريك الحصان اللي يبغى يقمص أسهل من استمرارك في تحريكه يبغى يشنع وقص على ذلك. إذن هذا سبب أن الخيل، طبعا تكلمت عنه سابقا لما تكلمت عن التشنيع في الكتاب في مقطع في اليوتيوب عن التشنيع، تكلمت عن سبب ان الخيل تختار التشنيع اكثر من الاطباع الاخرى، هو السبب هذا او من ضمن الاسباب ان الحصان سهل عليه ان يسويه ويجبرك على ايقاف الامر الاخرى عكس الاطباع الاخرى اللي نعم يوقفك بس بحدود.